يعني أنا أحكي لكم قصة أنا كنت أحد أطرافها. في شاب كان يعني من بلدنا وده يتيم وكان عنده ثقب في القلب وكان عنده تقريبا شبه شلل، معرفش يمسك الكوبايه بايده ولا يرفع ولا ينتفع بالكلام ده. المهم ربنا عز وجل قيض له بعض اهل الخير، بدا يعمل علاج طبيعي ويتعالج والكلام ده. عوفي، كان سنه 9 سنين لما كان مريض بهذا المرض، وهو ابن 13 14 سنه عوفي وبدا يعني يبقى عنده قوه بتاعه. طلع الى بلد من البلاد العربيه عشان يشتغل في ذلك الوقت، وكان بيشتغل في الاسمنت في البناء، يشيل الاصعف المونه ويطلع الدور اللي مش عارف ايه ده، سبحان من يحيي العظام وهي رميم. هذا الشاب لم يترك فاحشه الا فعلها في هذا البلد. يبقى عجزك الرحمه ولا لا؟ عجزك الرحمه. العجز عن معصية الله نعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يخير ما بين العجز والفجور. إذا خير أحدكم بين العجز والفجور فليختر العجز. بدالة لو كان فضل على كرسي طول عمره كده كان أحمد لعاقبته مثلا، على الأقل فيما يظهر يعني لنا من ارتكاب الفواحش وإلى آخره. فيبقى الإنسان إذا أصابته مصيبة في نفسه أو في ولده أو في ماله فقال لعله خير، انقلب ذلك إلى رضا. وهو ده الواجب، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كنت تظن أنه سيشقيك سيكون لك عند ظنك، إن كنت تظن أنه سيرحمك سيكون لك عند ظنك. بعض الصحفيين المشهورين قرأت له مقالا سنة 74 أيام ما كان في كأس العالم ما بين هولندا وألمانيا والكلام ده، وهو بقى كصحفي يعني كبير صاحب مؤسسة صحفية كبيرة والكلام ده، ما بيروحش زي بقية الناس يعني، بيروح وعلى آخر لحظة يركب يعني. المهم برضه معتمد على القصاد وبتاع. المهم إيه، الكاوتش فرقع في السكة منه، على ما السائق نزل وصلح الكاوتش وعمل وبتاع والكلام ده، كانت طائرة ماشية على المدرج بقى عشان تطير. رجع بقى كاسف البال وحزين، وهيبقى زي الجمنهور هيشوف الايه، يشوف بقى الماتش زي خلق الله في التلفزيون وبتاع، زعلان كان عايز يشوفه شخصيا، يشوف الماتش شخصيا، نقعد في المدرجات والكلام ده. المهم طبعا ايه، شاف الماتش وبتاع والكلام ده، وهو طبعا بالساعه 6 قبل كل الموظفين بيكون هو موجود في الدار، بيلاقي العدد الاول محطوط على المكتب بتاعه الكلام ده، واذا به يجد في الصفحه الاولى ان الطائره التي كان سيريد ان يستقلها ارتطمت بجبل من الجبال ومات كل من فيها. قال احمدك يا رب. ليه الانسان لا يؤمن حتى يرى العذاب الاليم؟ وهو الواحد يجلل هذا الكلام، ما حسن الظن في الله عز وجل، سوء الظن في الله، وده من الكفران، هذا من الكفران. كل مصيبه المت بك فجللتها بحسن الظن انقلبت رضا وكانت بركة عليك. مع ان المصيبة اذا الله عز وجل ابتلى عبدا بمصيبة تتمخض عن خير، تتمخض عن خير. انا اقول لكم حكاية حدثت لي. رجل اعرفه، الرجل ده ماتت امرأته وبعدين خرج من القاهرة ذاهب الى الاسكندرية علشان يقضي مشوار، وهو في الطريق عمل حادث، ضرب بنت في الطريق، البنت ما ماتتش. المهم خدوا الاسم الشرطة وبتاع، بات ليلة فزعلان جدا وبتاع انه يعني اتبهدل يعني بالكلام ده. فراح عشان ياخد مسكنه في القاهرة عشان يجيب بعض اوراق علشان يكمل يعني المشوار، وجد سقف غرفة النوم سقط على السرير. ده لو بيت ليلتها، ده ما عندوش حد، ولاده متجوزين ومراته ماتت وهو لوحده، ده كان عفن، ما كانوش اكتشفوا ان هو مات الا ما تطلع ريحته. فلما راى المنظر خر ساجدا ان ربنا انجاه. طب ما تخر ساجدا من الاول، يعني مش لازم تحصل كارثه عشان تعرف ان الله لطيف، أن الله لطف. أعرف دكتور، أعرفه، راجل صالح أوي ما شاء الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. الدكتور ده بيحكي أيام ما كان طالب في الثانوية العامة كان نفسه إن هو يدخل كلية صيدلة ويتعين فيها،
ولكن كان يعني احوالهم الماديه صعبه جدا. فجاب مجموع صيدله فعلا في الثانويه العامه، ولكن للاسف ما كانش يعني بالاحوال الماديه يقدر يسافر هنا في القاهره ان هو يدخل كليه صيدله في القاهره، والمدينه بتاعته ما كانش فيها كليه صيدله. فقهرا اضطر يدخل كليه تانية ما هوش عايزها. دخل الكليه التانية، حلم حياته ضاع منه، حلم حياته اتبدد من قدام عينيه. ما عرفش يذاكر، سقط. بعد ما سقط عملوا كليه صيدله في هذه السنه في المدينه بتاعته، وقالوا ان السنه اللي فاتت جاب مجموعها ممكن ان هو يدخل، لان الكليات في الاول معروف ان بيبقى العدد اللي فيها قليل وعايزين عدد كبير يدخلها. فقال خلاص حلم حياتي اتحقق، انا ربنا الحمد لله فتح لي الباب. دخل كليه صيدله وفرحان جدا وذاكر وذاكر وذاكر. في الامتحانات بتاعت اخر السنه سقط. ياه، كان موقف صعب جدا، اتحطم نفسيا. قال انا ما اقعدش وقتها ما كنتش عارف اعمل ايه. طب يا رب انا حصل لي كده ليه؟ طب يا رب اعمل ايه؟ الدنيا اسودت في وشي بقى، ما هوش عارف يروح في الحلم حياته راح سقط، مش هيتعين. واحد سقط هيتعين ازاي؟ فبيقول خلاص هيعمل ايه؟ كمل وخلاص، ما يعني ما عادش قدامه حاجه انه يكمل. وبدا يذاكر ويحاول يجتهد برضه ويحاول يعوض. جت اول دفعه اتخرجت اللي هي الدفعه اللي قبله بقى بعد ما سقط سنه، المفروض هيعينوا معظمها لانها كليه جديده محتاجين معيدين كتير. فلما الطلبه بتوعها عرفوا ان في يعني تعيين كتير، بدا يحصل تزوير في الكنترول. مجلس الجامعه عرفه، اجتمع وقرر انه ما يعينش غير عدد محدود جدا من الدفعه دي. جت الدفعه اللي بعدها بتاعت استاذنا الفاضل بقى، جت عينوا منها 36 واحد. الراجل بيتكلم وهو منبهر، بيقول انا لو كنت نجحت اول سنه ما كنتش اتعينت. شايفين يا جماعه؟ فاهمين يا جماعه؟ شايفين يعني ايه يا جماعه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ شايفين؟ بيقول انا لو كنت رحت جامعه القاهره وكان معايا فلوس اروح ما كنتش اتعينت. انا لولا ان انا سقطت ما كنتش اتعينت. في حاجه في حياتك زعلان منها؟ والله العظيم ممكن تبقى دي اعظم خير بكره تحمد ربك عليه. والله ما تعرفش، ما تعرفيش، ممكن ربنا عين لنا خير فوق ما نتخيل وما نتصور. والله يا جماعه، يا جماعه اثبتوا على الثقه يعني بالله. يعني اخ فاضل وشيخ فاضل ودكتور في الجامعه ربنا يبارك فيه. فالراجل ده بيحكي لي، يعني بيحكي انا سمعت الكلام ده منه نصا يعني. فبيقول ان هو كان يعني عندنا في المنصوره وكان عايز يسافر قريته اللي بينها وبين المنصوره حوالي ساعتين ثلاثه ركوب قبل الفطار، يا دوبك يلحق يروح يفطر مع والده ووالدته في رمضان عشان يفطر معهم يوم في رمضان. ربنا يعيننا على بر امهاتنا وابائنا يا رب، اللهم امين. ويغفر لامهاتنا ولابائنا يا رب، اللهم امين. فبيقول يعني راح للموقف لقى ما فيش غير مكان واحد بس هو اللي فاضل في العربيه. الحمد لله هركب العربيه تطير الحق افضل افطر مع والدي ووالدتي. فبيقول رايح يركب العربيه لقى واحد جه من وراه جري، قام خبطه وزقه وقام واخد المكان. فالراجل ده يعني مشهور ان هو خلوق ومؤدب، ربنا يبارك فيه يا رب. فبيقول خلوق، فهيعمل ايه؟ خلاص وقف سكت، والعربيه قفلت ومشت، ولسه عم عربيه تانية تيجي وعربيه تحمل والعربيه تملى والعربيه توصل، يروح يتسحر معاهم بقى مش مشكله، المهم يبر امه وابوه. فبيقول فركب العربيه اللي بعدها والعربيه انطلقت اللي بعدها. بيقول وهو داخل على باب البلد على كوبري البلد لقى العربيه اللي كان هيركب فيها وقع في الميه وكل اللي فيها ماتوا غرقوا. يبقى انت بعد كده تقول ان في حاجه شر، يبقى انت بعد كده تظن ان في حاجه شر. شفت الراجل ده؟ الراجل بيجري لاجله، الراجل بيزقه عشان اجله، عشان والتاني الخلوق ده، الراجل اللي يعني الراجل اللي عارف ربنا ده باذن الله سبحانه وتعالى، ده واحد رضى بقضاء الله فكان هو الخير. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والله يا جماعة.